بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، اليوم راح نبدأ ب chapter 5، واللي هو بيحمل عنوان chapter 5 اللي هو الـ initial value problem for ordinary differential equation. طبعا من العنوان اللي هو initial value problem ل ordinary differential equation، انه راح يكون في عندي معادلة تفاضلية، راح يكون التركيز على الدرجة الاولى من first order، لكن معها شرط، هو عبارة عن عند الـ initial، بمعنى عند بداية الفترة عند الـ A. قبل ما نبدأ بهذا الشابتر فيه elementary theory، فإذا راح أبدأ الآن بسكشن 5.1 واللي هو the elementary theory. راح أخذ بعض النظريات وبعض التعريفات راح تهمني في البداية قبل ما أبدأ بطرق الحل النوميريكال على المعادلات التفاضلية العادية اللي هي بتكون عبارة عن initial. فراح أبدأ بالتعريف التالي. التعريف التالي هو تعريف للي بيسجز condition. الآن بحكي لي a function f ل t و y. إذا لاحظ الاقتران هو بمتغيرين ل t و y، فإذا هو عبارة عن f ل t و y set to be satisfy Lipschitz condition in the variable y. إذا هو راح يكون بالنسبة لل variable y، لأنه زي ما حكينا هو في عندي two variable. إذا التعريف هو متى بيكون الاقتران f ل t و y بحقق شروط اللي بيسجز على ال variable y. on طبعا on d، domain d هو subset من r square، فهذا اكيد راح يكون بال r square لانه راح يكون في عندي قيم ل t وقيم ل y، يعني مش متغير واحد على ال r. if there exist a constant L أكبر من صفر، إذا استطعنا إيجاد L أكبر من صفر بحيث يحقق الشرط التالي such that أن الـ absolute value لـ F لـ T و Y1 ناقص الـ F لـ T Y2 هو less than or equal L في الـ absolute value لـ Y1 ناقص الـ Y2 for each t و y1 و t و y2 belongs to الدومين d. فخلينا نوضح هذا التعريف. اذا بحكي لي هو بيكون بحقق شروط اللي بيسجز اذا استطعنا ايجاد كونستانت l، هذا ال l هو اكبر من صفر، بحيث اذا اخذت الابسوليوت فاليو ل f ل t و y1 ناقص الـ F لـ T و Y2 مهما كانت الـ T و Y1 و T و Y2 belongs to D for each. يعني لو أخذنا مثال واحد كان بناقض هذا الحكي معناته هي لا تحقق شروط اللي بيسجز. أقل أو يساوي من الـ L، هذا اللي هو اللي بدي أوجده في Y1 ناقص الـ Y2 في الـ absolute لـ Y1 في Y2، فهنا بتكون بتحقق شروط اللي بيسجز. طبعا والـ L، هذا الـ L يسمى باللبسجز كونستانت. إذا الـ L بسميه هو عبارة عن ثابت اللبسجز. فخلينا الآن نأخذ مثال توضيحي أو مثالين على هذا التعريف. لكن قبل ما أأخذ التعريف في عندنا ريمارك، هاي الريمارك مرة معكم من قبل لكن للتفكير، هي انه الابسوليوت فاليو
الابسولوت فاليو للاي ماينس الابسولوت فاليو للبي هاي اقل او يساوي من الاي ناقص البي. يعني اذا كان في عندي قيمتين جوا هن عبارة عن مطلق ناقص مطلق جوا اقتران ابسولوت فاليو، هاي دائما اذا شلنا الابسولوت فاليو للداخليات تصبح اقل او يساوي من الاي ناقص البي. طبعا هاي انيكواليتي معروفة معنا سابقا. خلينا الان ناخذ مثال تطبيقي على تعريف الليبسجز كونديشن، واللي هو متى بحقق شروط الليبسجز. فالمثال راح اخذه example let d تساوي الدومين دي هو عبارة زي ما حكيت لقيمتين لتي وواي، بمعنى قيم لتي وقيم لواي، عشان هيك بيكون هو سبست من الار سكوير، بحيث التي هي اكبر او يساوي ناقص 4 وقل او يساوي 2، والواي هو اكبر او يساوي ناقص 1 واقل او يساوي 3. اند اذا هذا هو الدومين دي المعرف عليه، اند اف لتي وواي تساوي تي في الابسولوت فاليو للواي. يقول لي show that f satisfy a Lebesgue's condition. إذا بقول لي اثبت انه هذا الاف على الدومين دي الموجود معي هو يحقق شروط Lebesgue's. طيب الان لما بيجي اثبت مثال مثل هيك فببدأ اني لازم اخذ اي نقطتين. اذا let t و y1 و t و y2 belong to d، اخذ اي نقطتين ينتمي لل d. then الان حسب التعريف بقول لي ابدأ بال f ل t y1 ناقص f ل t y2 اللي هو الطرف الايسر في التعريف. لاحظ بقول لي انه اذا استطعنا ايجاد ال، بحيث انه الابسولوت فاليو لاف ل تي واي 1 ناقص اف ل تي واي 2 ليس ذان هذا الحكي اللي هو ال في واي 1 ناقص الواي 2، فانا بدي اثبت الطرف هذا انه اقل او يساوي. فخلينا نرجع نطبق بالمثال المعطى معي. طيب هذا ايش بيساوي حسب المعطى معي؟ الاف لتي وواي هو عبارة عن تي في مطلق الواي، فاصبحت اف لتي وواي 1 تعوض الواي 1 مكان الواي. يعني هاي الابسوليوت فاليو الاف هو تي للمطلق الواي 1، هاي هو عبارة عن اف لتي وواي 1 ناقص اف لتي واي 2 اللي هو تي في الابسوليوت فاليو للواي 2. طيب الآن لاحظ التي بستطيع أني أخذها عامل مشترك، يعني هاي تساوي الأبسوليوت فاليو للتي تحت قوس في الأبسوليوت فاليو للواي 1 ناقص مطلق الواي 2، سكر القوس حط الأبسوليوت فاليو. الآن لاحظ صارت عندي عبارة عن حاصل ضرب مقدارين، هذا المقدار الأول وهذا المقدار الثاني، وحاصل الضرب في الابسوليوت فاليو بستطيع ان اكتبهن على صورة حاصل ضرب تو ابسوليوت فاليو، يعني متساويات. فاذا هذا عبارة عن الابسوليوت فاليو للتي في الابسوليوت فاليو للابسوليوت فاليو للواي 1 ناقص الابسوليوت فاليو للواي 2. الان لاحظ هاي استخدم الريمارك اللي اخذتها قبل شوي، اللي بتصير عبارة عن أقل أو يساوي هاي الأبسوليوت فاليو للتي في الأبسوليوت فاليو للواي 1 ناقص الواي 2، لأن ذكرت الأبسوليوت فاليو للأي ناقص الأبسوليوت فاليو للأبسوليوت فاليو للأي ناقص الأبسوليوت فاليو للبي هو أقل أبسوليوت أقل من أو يساوي الأبسوليوت فاليو without الأبسوليوت فاليو اللي هو الداخلي، اللي بتصير عندي أقل أو يساوي من الأبسوليوت فاليو للتي في واي 1 ناقص الواي 2. طيب هسا الان لو رجعت التي هاي وين محصورة؟ لاحظ على التي المعطى معاي بالدي، الدي حكي لي هي عبارة عن تي وواي، بحيث التي اكبر او يساوي ناقص 4 واقل او يساوي 2، فاكبر قيمة لتي ممكن يأخذها هي الناقص 4، لانه انا بدي اخذ الابسوليوت فاليو للتي بتصير 4، فاذا هي عبارة عن الاقل او يساوي من الفور،
في ال y1 ناقص ال y2 كابسولوت فاليو. لاحظ أن حققت الآن انتهى الحل، لأنه لو رجعنا للتعريف بقول لي أثبت اللي بدي إياه، بقول لي أثبت أنه أقل أو يساوي من ال رقم في y1 ناقص ال y2، وهذا هو اللي حصلت عليه أصلا في هاي المسألة. فلاحظ ال اللي هي اللي بسز كونستانت قيمتها إيش هي 4، فهي هي عبارة عن ال اللي هي اللي بسز كونستانت. فإذا فعلا أنه هذا الاقتران يحقق شروط اللي بسز. نأخذ مثال آخر الآن. مثال آخر هو عبارة عن، لو أخذنا D هي عبارة عن T و Y، بحيث T أكبر أو يساوي ناقص 2، أقل أو يساوي من 3، وال Y ينتمي لل R للريال نمبر، بمعنى من ناقص إنفينيتي إلى الإنفينيتي. و أن F D T وال Y هي عبارة عن Y في كوساين T، برضو بحكي لي شو ذات، انه الاف ساتسفاي اللي هو اللي بسجز كونديشن. طيب الان نفس ما عملت بالسابق، لما اجي احله ليت أخذ نقطتين تي واي 1 وتي واي 2، هذولا belongs to الدومين دي المعطى معاي. إذا الآن دحقق الشرط اللي هو الاف لتي واي 1 ناقص اف لتي واي 2، بدي أثبت إنه في عندي ال constant اللي هو ثابت اللي بسجز، بحقق لي اللي هو ال في ال y1 ناقص ال y2. خلينا نطبق عليه، هذا بيساوي الابسولوت فاليو. الان f t و y1، f t و y هو عبارة عن y في كوساين t، فاصبح هذا عبارة عن y1 في كوساين t ناقص f ل t و y2 هو عبارة عن y2 في الساين او في كوساين t. نفس الشيء الآن في عندي كوساين التي عامل مشترك، إذا هاي تساوي الابسوليوت فاليو لكوساين التي في الواي 1 ناقص الواي 2، وكونهم ضرب في داخل الابسوليوت فاليو هذا بيساوي لي حاصل الضرب لتو ابسوليوت فاليو اللي هي عبارة عن كوساين التي في الواي 1 ناقص الواي 2. طيب الآن أنا بعرف إنه T هي محصورة ما بين الناقص 2 والثلاث، لكن الاقتران الآن كوساين T أكبر قيمة له هو الواحد، دائما الكوساين T والساين T أكبر قيمة إلهن ممكن أحصل عليه كأبسوليوت فاليو هو عبارة عن ال1، فإذا هذا عبارة عن أقل أو يساوي من ال y1 ناقص ال y2، وهيك بكون أثبتت انه يحقق شروط اللي بسجز. ولاحظ قيمة ال اللي هو ثابت اللي هو عبارة عن ثابت اللي بسجز اللي هو اللي بسجز كونستانت هو عبارة عن ال1، فهيك اثبتت انه ساتسفاي ذا لبسجز كونديشن. ننتقل الان الى تعريف اخر. هذا التعريف هو تعريف ل انه متى بسمي الدومين دي هو عبارة عن كونفكس. بقول لي دي از كونفكس اف فور اني تو بوينتس، اي نقطتين، لايز ان دي، بقع في الدومين دي، then the line between these two points lie also in D. يعني
بقول لي إذا أخذت أي نقطتين في الدومين دي، أي نقطتين أخذتهم في الدومين دي، إذا وصلت ما بينهم بخط بظل الخط كامل بقع في أيضا في الدومين دي الموجود معي. بمعنى إنه لو أجيت أخذت هذا المستطيل أو هذا المربع، لاحظ إذا أخذت أي نقطتين داخل هذا المستطيل وصلت ما بينهم، يعني لو اعتبرنا هذا المستطيل هو الدومين دي، الآن أخذنا نقطتين، هذول النقطتين وصلنا ما بينهم، أيضا الخط الواصل ما بين هذول النقطتين بيكون داخل الدومين دي، فإذا بيكون كونفكس، فإذا هذا هو عبارة عن كونفكس. أيضا مثلا أخذ الدائرة، الدائرة أخذ نقطتين داخل الدائرة بينتمي للدومين دي، الآن إذا وصلت بخط مستقيم ما بين النقطتين أيضا بظل عندي داخل الدائرة. طيب لو أخذنا مثلا هذا القلب وصلنا بين نقطتين هذول بظل أيضا داخل الدائرة، لكن إذا أخذت هاي النقطة مع هاي النقطة وصلت ما بينهم، فلاحظ أنه في جزء من هذا الخط بيكون في عندي خارج هذا الدومين دي، لو اعتبرنا هذا هو الدومين دي، فإذا رسمة القلب هنا لا يمكن تكون، إذا هذا عبارة عن not convex. لكن الدائرة هي حكينا عنها هي عبارة عن convex، فإذا convex إذا أخذت أي نقطتين داخل الدائرة أو داخل سوري داخل الدومين وصلت بينهم بخط، بيكون ينتمي أيضا هذا الخط كامل إلى الدومين دي، لكن إذا خرج أي نقطة فيه هذا الخط أو أي جزء منه خارج الدومين هذا بيكون not convex. كمثال آخر نأخذ عليه، أنه لو أخذنا الدي بهاي الصورة هي عبارة عن التي وواي، وهاي بالغالب إحنا نستخدمها تي وواي، بحيث التي أكبر أو يساوي الـ A وأقل أو يساوي من الـ B، والواي أكبر أو يساوي السي وأقل أو يساوي من الدي. هل هذا كونفكس؟ نعم هو كونفكس. ليش؟ لو أجينا رسمناه برسمة مبسطة، هذول هم عبارة عن مستوى الديكارتي، لو اعتبرنا هذا التي وهذا هو الواي، التي واقع ما بين الـ A وما بين الـ B، فراح يكون رسمته بهاي الصورة، هاي هو ما بين الـ A وما بين الـ B. أجينا أخذنا الواي ما بين السي وما بين الدي، لو اعتبرنا السي هاي وهون عندنا الدي، فرسمة الواي تساوي السي، هاي هي رسمة الواي بتساوي السي، ورسمة الواي بتساوي الدي، هاي هي رسمة الواي بتساوي الدي، فالمنطقة المطلوبة هاي هي المنطقة المطلوبة، هذا هو الدومين دي ما بين الـ A والـ B وما بين الـ C والـ D، هذا هو التقاطع اللي بيطلع معي ما بينهم. الآن هاي الرسمة واضح هي مستطيل، وحكينا أنه لو وصلنا بأي نقطتين الآن داخل هذول الدائرة أو داخل هاي المستطيل بخط، فرح يظل واقع جوا هاي الخط المستطيل، فإذا هو أيضا هو عبارة عن كونفكس. ومن الأمثلة المشهورة اللي بنوقفها أيضا هي الستريب، اللي هو عبارة عن تي وواي، بحيث التي أكبر أو يساوي الـ A وأقل أو يساوي من الـ B، والواي ينتمي إلى الـ R real، يعني من ناقص إنفينيتي لإنفينيتي. فلو رسمناها هاي برسمة توضيحية، شو هي الـ D هاي؟ هذا هو الـ T وهذا هو الـ Y، لاحظ الـ T هي ما بين الـ A وما بين الـ B، هذا هو الـ T، فلو اعتبرنا هاي هي الـ A وهاي هي الـ B، فراح تكون رسمة الـ T تساوي الـ A هي بهاي الصورة، والرسمة الـ T بتساوي الـ B بهاي الصورة زي ما رسمناها قبل شوي، لكن الـ Y هو ينتمي للـ R، إذا مفتوح من أعلى ومفتوح من أسفل، لأنه معنى الـ Y ينتمي للـ R معناته أنه أكبر من ناقص إنفينيتي وأقل من إنفينيتي، وبالتالي كل هذا الستريب هذا هو عبارة عن الدومين دي الماي، يعني بمعنى آخر انه هو كونفكس ولا لا. لو اخذنا اي تو بوينتس الان جوا هذا الستريب وصلنا ما بينهم، اكيد راح يظل واقع جوا هذا الدومين، وبالتالي هذا ايضا هو عباره عن كونفكس. فاذا موضوع الكونفكس هو هذا راح يفيدني في نظريه بتسهل علي عمليه اثبات
اللي هو اللي بيسجز كونديشن، وهل هو يحقق اللي بيسجز كونديشن ولا لا؟ لأنه مش دائما، معظم الأمثلة صعب علي إيجادها باستخدام التعريف السابق، وشكرا.